العادات الغريبة تفاجئنا كل يوم، نقف محتارين أمام من يقومون بها. ماتسيسكو نيبي ماتسيسكو. يأكلون موتاهم لامتصاص أرواحهم. قبيلة نائية غير معروفة تسكن أعماق البيرو. نساؤهم يضعن شوارب فريدة ويرسمن بالوشم على وجوههن، ووجوه أطفالهم مغطاة بالطلاء الأحمر. إنها قبائل ماتسيس الأمازونية، فما قصتهم؟ رجعنا لكم يا أعزائي المتابعين في مقطع جديد. أنا محمد من قناة تدمير. قبيلة تأكل الأموات وتمتص أرواحهم. تسأل هل هم بشر عاديون؟ هل يعتمدون على عقلهم في التفكير؟ هل يعقل مثلا بلع الموتى وأكل رمادهم؟ فهذا ما تقوم بفعله أهل قبيلة أليانو مامي. يؤمنون دفن الموتى ولكن يحرقون موتاهم. استخدم النساء في القبيلة الياف الرقيقة، تدخل في الأنف ويصبح شكله مثل شوارب القط. تزين وتزيين وجوه ابناء القبيلة. ذلك حتى لا يتعرضوا للاختطاف من قبائل أخرى، وهو أمر شائع بين القبائل والتي تغطي غابات الأمازون. غرائب وعجائب. يا رب الطف يا رب. لكم في مقطع جديد. يلا سلام.